بكره في جلسه اللي هي بتاعت يعني سب وقصف المستشار مرتضى منصور من محامي الاهلي. بكره الجلسه دي بكره الحكم بتاع درجه الاستئناف، فهنشوف بكره ايه الحكم وايه اللي هيتم تنفيذه في هذه الجلسه. مهما كانت الاحكام فكل الاحترام والتقدير لاحكام القضاء التي لا تعقيب عليها يعني. فبكره الجلسه بتاعت الاستاذ محمد عثمان والمستشار مرتضى منصور، واللي رفع المستشار ضد محامي الاهلي بتهمه السب والقصف. طيب ده بالنسبه للجلسه بكره بتاعت محامي الاهلي. كمان المستشار مرتضى منصور اعلن امبارح بشكل نهائي عن صفقات نادي الزمالك، او خلاص يعني 80% اتعرفت صفقات نادي الزمالك. امبارح تم الاعلان المستشار مرتضى منصور على قناه نادي الزمالك ان مصطفى الزناري نجم طلائع الجيش، وانا ده مسميه الونش الجديد، يعني مصطفى الزناري ده انا مسميه الونش الجديد، يعني اسلوبه زي اسلوب الونش بالظبط، نفس طريقه الاداء، الروح القتاليه، الجرينتا في الملعب، فلعيب محترم جدا وبينضم لمنتخب مصر للفترات الاخيره. فمصطفى الزناري هو صفقه رابحه جدا 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 لنادي الزمالك. والمدافعين في مصر يعني مش كتير، وخاصة ان الزناري بقى عنده 23 او 24 سنة، يعني يا اما 23 يا اما ماشي في ال 24، يعني سن كويس جدا ولعيب مستقبل. انت كده عندك الونش، اعتقد الونش عنده 26 سنة، وعندك حسام عبد المجيد 23 سنة، وعندك مصطفى الزناري برضو 23 24 سنة. فانت عندك ثلاث لعيبة سنهم صغير، بالاضافه لمحمد عبد الغني، برضه محمد عبد الغني مش كبير، عنده رينج ال 25 26 سنه. فانت كده خط دفاع الزمالك كويس جدا، وانت نزلت بمعدل الاعمار بشكل مناسب جدا جدا جدا. وده المشروع اللي فيريرا بقى بيعمله في تيم نادي الزمالك، انك تنزل بمعدل اعمار في كل الخطوط، سواء الدفاع او الوسط او حتى خط الهجوم. فالمستشار اعلن امبارح ان الزناري خلاص اتحول الفلوس لطلائع الجيش، واللعيب مضى وخلصت الدنيا، والزناري اصبح لاعبا في نادي الزمالك. الصفقة التانية اللي اعلن عليها المستشار مرتضى منصور وهي عمر جابر. عمر جابر عنده حوالي يعني 29 30 سنة، ولكن عمر جابر لعيب خبرة، لعيب بينضم باستمرار لمنتخب مصر، وعمر جابر لسه لاعب تصفيات كاس عالم، وعمر جابر من اللعيبة اللي مهمة جدا في تيم نادي الزمالك، ويكفي انه كابتن من كباتن نادي الزمالك. يعني عمر جابر ده كابتن من كباتن نادي الزمالك، وهيبقى جاي زيه زي شيكابالا، زي حازم امام قبل ما يمشي، زي محمد ابراهيم لو كان جه، زي مصطفى باشا فتحي لو كان رجع لعب في نادي الزمالك، برضو كان يبقى كابتن من كباتن الفريق. ولكن اعتقد ان عمر جابر هيكون هو الكابتن الثاني بعد شيكابالا، لو انا غلطان صححولي. اعتقد ان لعيبة نادي الزمالك الكابتن الاول دلوقتي شيكابالا، والكابتن الثاني عمر جابر، لان كان حازم امام هو اللي بعد شيكابالا، وطبعا حازم رحل، بنتمنى له يعني كل التوفيق. فاصبح الكابتن الثاني دلوقتي هو عمر جابر بعد شيكابالا، صححولي على اليوتيوب او على الفيسبوك. ومعرفش عمر جابر عبد الشافي، ممكن برضو زي ما علاء بيقول عبد الشافي، يبقى عمر جابر الثالث، يعني شيكابالا عبد الشافي وعمر جابر، يبقى كده عمر جابر هو ثالث كابتن في نادي الزمالك بعد مين؟ بعد شيكا وبعد شيفو. ف يعني عمر جابر برضو لعيب مهم جدا، وعنده خبرات أفريقية تلعب بقى قدام الأهلي، قدام الوداد، قدام الترجي، قدام سان داونز. انت عندك لعيب عنده خبرات، تلعب قدام 70,000 80,000، انت عندك لعيب عنده خبرات، ولعيب زي ما بيقولوا كده باللغة الكورة عظمة تقيلة. فبرضو عمر جابر من اللعيبة المحترمة جدا جدا جدا، ويكفي ان هو ابن نادي الزمالك. برضو المستشار اعلن على الصفقة الثالثة، ودي فيها كلام كتير يعني،
دونجا. دونجا خلاص وعمر جابر اتحول لفلوس رسمي، وهقول لكم دلوقتي على مفاجأة في دونجا وعمر جابر، ولكن دونجا خلاص اصبح لاعبا رسمي في نادي الزمالك. وتم عمل، ودي بقى المفاجأة اللي اعلن عنها المستشار مرتضى منصور امبارح، خلاص دونجا هيسافر قطر لان هناك في مراكز تأهيلية على اعلى مستوى. فدونجا رايح قطر عشان الإصابة اللي عنده، يعني الإصابة اللي عنده إن شاء الله حاجة في غضروف الركبة، فما فيهاش أي مشاكل، من 3 أسابيع لأربع أسابيع، وفي قطر في أجهزة تأهيلية هناك ممتازة، ممكن دونجا إن شاء الله بإذن الله يرجع كمان قبل كده، وبدل ما ياخد أربع أسابيع ياخد أسبوعين ثلاثة ويرجع. فتم سفر دونجا على حساب نادي الزمالك، واخد بالك؟ لعيب لسه ملعبش في نادي الزمالك، ولعيب لسه ملبسي التيشيرت بتاع نادي الزمالك، وتم سفره على حساب نادي الزمالك، رغم ان الاصابة لما جات له ما جات لهش في نادي الزمالك، ولا جات له في تدريبات نادي الزمالك، ولكن الاصابة لما جات له جات له مع المنتخب. فدونجا الزمالك هيعالجه على حساب نادي الزمالك، ودي حاجة يعني يشكر عليها مجلس ادارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور. ودونجا خلاص اصبح لاعبا رسميا واخيرا في نادي الزمالك، اعتقد دي السنة التالتة اللي الزمالك بيفوض دونجا، انما التالتة تبت الحمد لله، ودونجا اصبح لاعبا في نادي الزمالك. خلاص برضو اللي هو شمشون، انا مسميه شمشون، هو سامسون اكينيولا، ولكن انا مسميه شمشون يعني. فشمشون خلاص جاي مصر اليومين دول، ممكن يجي النهاردة ممكن يجي بكرة عشان يتم توقيع الكشف الطبي عليه. وشمشون برضو هيجي نادي الزمالك، وكلهم هيتعمل لهم زي فيديو، وهيتعمل لهم مؤتمر صحفي يوم الثلاث او الاربع القادم بعد مباراة الكاميرون وبعد العودة من الكاميرون. ان شاء الله يتم الاعلان عنهم في مؤتمر صحفي، ويقفوا جنب بعض ويتم الاعلان عن صفقات نادي الزمالك الجديد. طيب المهاجم الكاميروني اللي هو جويل حاجة زي كده، المهاجم ده عنده 28 سنة خلاص، المفاوضات معاه بس يعني ماريتمو ماسك فيه، يعني ماريتمو البرتغالي ماسك فيه شوية، لان هو لعيب هداف يعني من طراز فريد، ولكن الزمالك بيحاول مع وكيله، لان الزمالك لسه عنده مكان فاضي فوق السن انه يعني يقيد مهاجم اجنبي جديد. طيب امبارح يا كالعادة انا طلعت امبارح وعملت حلقة وقلت لكم على الكذب والافتراء اللي كل يوم على نادي الزمالك، الكذب اللي بتعمله الميديا بتاعت المنافس على نادي الزمالك، زيزو في قطر، فيريرا هيرحل، مصطفى فتحي في الاهلي، اشرف بن شرقي في الاهلي، ابو جبل وطارق في الاهلي، احمد سيد زيزو عنده مش عارف رايح الاهلي وعنده عرض منين. الكذب ده امبارح كان لسه ليه ديل